السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وهنا تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. نحكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات جبت لكم واحد الحلوه كتجي رائعه، اقتصاديه بدون زبده، كتوجدوها اخر لحظه. رائعه البنات، كتجي هشيشه ومقرمشه، مذاق ديال القهوه، كتجي زوينه زوينه بزاف. مكونات بسيطه جدا وكتوجدوها بسرعه بسرعه، بكميه ما شاء الله كتخرج 42 حبه بحجم كبير. ابقوا معايا وشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير اللي سهله جدا. نتمنى تشجعوني باللايك، بارطاجيو مع الاصدقاء اللي حبش الفائده. كنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا كل خير وفرجه ممتعه. بسم الله، نبدا على بركه الله. عندي هنايا كاس الا ربع ديال السكر ما يعادل 90 غرام، صاشي ديال الفاني. عندي هنايا جوج بيضات، درت بيضه كامله وصفار بيضه، واحد البياض خليته للتزيين. عندي ربع كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي شويه، غنضيف له ملعقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، كنضيف لها الحليب ونخليه على جنب باش كيذوب معايا. غادي نخلط السكر مع البيض حتى كيذوب معايا السكر. ملي خلط مزيان السكر مع البيض حتى كيرجع الخليط هكذا، عندي هنايا كاس ديال الزيت ما يعادل 160 ملي، غنبقى نضيف شويه بشويه كنخلط حتى كينتج ليا الخليط. كنرجع الخليط هكا تقي، نخلطو مزيان. وكنرجع كنخلط هاد الحلوة، كتجي رائعة. اللي كيعجبو القهوة بتاعتنا هاد كتجي زوينة زوينة بزاف، خاصة ملي كنضيفو لها داك ربع كاس ديال الحليب. ملي كنخلط هكا كلشي مزيان، عندي هنايا نصف كاس ديال النشا او المايز زينه ما يعادل 50 غرام. نخلطو حتى كينسجم مع الخليط. عندي هنايا الخميره الحلوه بيكا بود ما يعادل 2 غرام. عندي هنايا الدقيق او الفرينه اللي مدخول على حسب الخليط، غنزيد ديف شويه بشويه وكنجمع العجين. العجين خصها تكون رطبه باش كتجينا الحلوه زوينه. مقادير بسيطه، كنحسوا على واحد الحلوه اللي كتجي زوينه بزاف. هاي العجين اللي جمعتها خصها تكون هكا رطبه باش كتجينا الحلوه زوينه. انا خدات ليا 370 غرام ديال الدقيق، نتوما على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض. 370 غرام يعني 4 كؤوس الا ربع. كنجيب ديك البياض البيض اللي كنت حطيت فيه، ضفت له شويه ديال الفاني وضربته هكا بالفرشات حتى كيرجع هكذا. وعندي هنايا جنجلان او السمسم، التزيين كيبقى اختياري، كتزينوا باي حاجه بغيتوها. صافي كنبدا نشكل الحلوه، انا غنديرهم هكا صبيعات، ثم كيبقى لكم الاختيار تشكلوها كما بغيتو. كنبسطها شويه هكذا وكندهن هكا بياض ديال البيض، وكندير هكا في الجنجلان او السمسم. انا درت الجنجلان الابيض، العجينه كتكون رطبه وكتكون زوينه باش نخدموها. صافي، راه الطريقه سهله وبسيطه، كدهنهم هكا بالبيض وكديروهم في الجنجلان وكنحطهم في السنية ديال الفران.
كنبسطهم شويه صافي، وكندهنهم هكا بالبياض ديال البيض اللي درت معاه الفاني. اللي ما كيعجبلهاش الجنجلان او السمسم تقدر تعوضو باللوز بكاوكاو اي حاجه كتفضلوها. الفران درتو يسخن على 180 درجه من الاعلى والاسفل باش ملي كنكمل كنلقى الفران واجد. حلوه سهله اقتصاديه وكتجي زوينه زوينه بزاف لشرب الشاي والقهوه، كتجي رائعه. بغيتو تشكلوا الحلوه كامله عاد كديروا لهاد الجنجلان، تقدر ديروها يعني كتشكلوها كامله عاد كديروا لها البياض ديال البيض والجنجلان. غادي نستمر هكا حتى نكمل كلشي الحلوه. ملي كملت الاسنين الاول راه باقي عاد شويه العجينه، غندخلها الفران اللي سخون على 180 درجه من الاعلى والاسفل، غنطلعها شويه الفوق. ملي غتيوى تحمر غادي نرجع معك. هاي البنات الحلوه ديالي ملي كملتها كتجي رائعه، كتجي غزاله، واحد النسمه كتلقها في الدار ديال هذيك القهوه كتجي لذيذه لذيذه بزاف، كتجي غزاله البنات، كتخرج كما شفتوا كميه ما شاء الله 42 حبه بهذا الحجم الكبير، وكتجي واحد المذاق ما نقولكمش. شوفوا البنات كتجي رائعه، كتجي محمره مقرمشه، ما تشوفوش منها البنات، شوفوا كي كتجي من الداخل ديك النسمه ديال القهوه مع داك الحليب اللي درنا، كتجي رائعه غزاله. شوفوا البنات كي كتجي، نتمنى تجربوها وتعجب لكم، انا متاكده غتعجب لكم. نتمنى تشجعوني بليلاك، بارطاجيو مع الاصدقاء والحباب باش الفائده، وكنشكركم بزاف حتى الفيديو اخر ووصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.